أذان الفجر والصلاح والفلاح، يا أهلنا نلتقي في الصباح رباح. من أذان الفجر الفجر والصلاة والفلاح والفلاح، يا أهلنا نلتقي في الصباح رباح. يا صباح قطر ابتسامة تعطر، وقضت كل البشر وفي الصباح رباح. ويا صباح قطر ابتسامة تعطر، وقضت كل البشر في الصباح رباح. ويا صباح الطيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم بداية جميلة مشرقة بالأمل والتفاؤل والسعادة. أصبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين الصباح رباح. ساعتنا الصباحية لليوم متنوعة بفقراتها ومواضيعها، خلونا نتعرف على أبرزها. مجلس الوزراء يجري تعديلات على بعض القرارات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا. الشراء الإلكتروني في ظل الحجر المنزلي. مشاهدينا، أصدر مجلس الوزراء يوم أمس تعديلات على بعض القرارات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، التفاصيل في التقرير التالي. رأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي. في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: أولاً، تعديل قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم لتكون ما بين الساعة 7 صباحاً حتى 8 مساءً. ثانياً، تعديل قراره الصادر بشأن ممارسة الرياضة لتتم ممارستها دون اشتراط أن تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن، ودون اشتراط ارتداء الكمامات، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ترك المسافة الآمنة التي لا تقل عن 3 أمتار. ثالثاً، تعديل قراره الصادر بشأن التزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من 2 في المركبة، ليكون الالتزام بعدم تواجد أكثر من 4 أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. رابعاً، استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى 1/2 السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. خامساً، يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
مشاهدينا الحين إلى علوم الجو ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. معنا عبر الهاتف أمينة الملا المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحك الله بالخير أختي أمينة. صبحكم الله بالنور، يا مرحبا. يا هلا أختي أمينة، لو تكلمينا عن حالة الطقس لليوم وهل هناك تحذيرات؟ إن شاء الله. يعتبر اليوم الخميس هو بداية للبوارح، والبوارح هي بداية لهبوب رياح شمالية غربية تكون من نشطة إلى قوية بالسرعة، وأيضا مع اشتداد سرعة الرياح ينتج عنها انخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار وأيضا ارتفاع الموج داخل البحر. ومن المتوقع أن تكون سرعات الرياح لليوم ما بين 12 إلى 22 عقدة مع هبات تصل 30 عقدة على بعض المناطق خلال فترة النهار. ومع تعمق منخفض الهند الموسمي تزداد سرعة الرياح خلال الأيام القادمة وتتراوح ما بين 14 إلى 24 عقدة وتصل 35 عقدة أحيانا خلال النهار. وبذلك التحذير بالرياح القوية سوف يكون مستمر خلال هذه الفترة. وعند درجات الحرارة سوف تتراوح العظمى ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية، والصغرى ما بين 25 إلى 34 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. وعن الحالة البحرية التحذير بالرياح القوية والأمواج العالية، حيث تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة وتصل 30 عقدة أحيانا، ومنها يرتفع الموج ليكون ما بين 3 إلى 7 قدم ويصل 10 قدم أحيانا. ولكن خلال الأيام القادمة تزداد شدة الرياح داخل البحر لتصل 38 عقدة أحيانا ويرتفع الموج إلى 15 قدم. وبذلك ننوه الجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وحفظ الله الجميع. آمين، الله يحفظ الجميع. أمينة الملا المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك. مشاهدينا تعرفنا على درجات الحرارة، والحين بنتعرف على أهم أخبار صحفنا لليوم مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. مجلس الوزراء: استمرار العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتخفيف القيود على حركة الأفراد وعمل القطاع الخاص. تعديل قرار الإلزام بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة. ممارسة الرياضة دون اشتراط ارتداء الكمامات ومنطقة السكن. تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بين 7 صباحاً و8 مساء. تجريم مخالفة الأحكام الخاصة باشتراطات السكن المناسب للعمال.
عملية قلب مفتوح ناجحة لمريض مصاب بكورونا أجراها فريق من جراحي حمد الطبية. وزارة التعليم والتعليم العالي تصدر نتائج طلبة صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني. طلبة الثانوية العامة يؤدون اختبارات المواد الاختيارية. كلية لندن الجامعية تطلق مصدراً تعليمياً جديداً يساعد الآباء والمعلمين في تنظيم أنشطة إبداعية للأطفال. إلى صحيفة الوطن، تأهل 5 أبحاث لمركز جامعة قطر في المسابقة الوطنية للبحث العلمي. قطر الخيرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تطلقان حملة توعوية للحماية من مخاطر كورونا. هيئة الأشغال العامة تطوير وافتتاح شارع الجزيرة العربية ضمن تحسين الطرق في الدوحة الكبرى. هيئة الرقابة الإدارية والشفافية 4 شروط مطلوبة لتقديم الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. ننتقل إلى صحيفة العرب، الهلال الأحمر القطري ضمن المؤسسات القطرية الأكثر تأثيراً في التعامل مع جائحة كوفيد-19. مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 9 مراكز صحية توفر خدمات الإقلاع عن التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته. مدير البحوث في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية وش، توعية أسر المصابين بالتوحد تسهل السيطرة على أعراض الحالات، حذر من تعرضهم لخطر نقص التغذية. عطارد يصل أقصى ارتفاع له في سماء قطر اليوم. إلى صحيفة الراية، الدكتور مرشد صلاح استشاري أول ورئيس أقسام الجراحة، جراحات في 4 تخصصات بمستشفى حزم بريك، غرف عمليات خاصة لحاملي كورونا وأخرى للمشتبه بهم. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر الثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، لا نفوق للأسماك بالمياه القطرية، فحص دوري لعينات عشوائية من الأسماك بالمياه الإقليمية. مديرو مدارس حكومية 99% نسبة نجاح الطلبة في تقييمات التعلم عن بعد، معظم الطلبة المحالين للدور الثاني محرومون بسبب الغياب، استخراج الشهادات المدرسية عبر البوابة الإلكترونية. إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة شاركت بمبادرة يوم بلا ورق تشجيع الموظفين على الممارسات الصديقة للبيئة. نختم الجولة بصحيفة لوسيل، محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، آليات بديلة لتلقي شكاوى العمال وحملات تفتيش بالمنشآت وسكن العمال، توعية 300,000 عامل خلال 2 شهر. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد الثاني رئيس غرفة قطر، 47,000 شركة جديدة تأسست خلال الحصار، في تصريحات صحفية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحصار الجائر. الخطوط الجوية القطرية تعاود الطيران إلى البندقية ب3 رحلات أسبوعياً، رحلة إضافية يومياً إلى دبلن وميلان وروما بداية من 13 يونيو. المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، مساهمة حصاد في تحقيق الأمن الغذائي لقطر تتصدر قائمة خططها، 700 مليون ريال استثمارات الشركة خلال 3 أعوام. مشاهدينا، في موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن نتائج الاختبارات لصفوف النقل من الصف الأول إلى الصف 11، خلونا نتابع التفاصيل. تم البدء بالإعلان عن نتائج الاختبارات لصفوف النقل من الصف الأول إلى الصف 11 حسب ما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي.
موضحة آلية استخراج الشهادات المدرسية عبر رابط موجود على حسابها الرسمي بتويتر. تحت هذا الرابط تم إدراج كافة العمليات والمستندات التي قد يحتاج لاستخراجها الطالب أو ولي أمره، وهي كشف الدرجات، منتصف الفصل الأول، نهاية الفصل الأول، منتصف الفصل الثاني، شهادة نهاية العام الأكاديمي الحالي، شهادة الأعوام السابقة، بداية من العام الأكاديمي 2011-2012، إفادة لمن يهمه الأمر، ناجح، راسب، للأعوام السابقة، بداية من العام الأكاديمي 2011-2012، إفادة لمن يهمه الأمر، تسجيل، للعام الحالي، إفادة لمن يهمه الأمر، تسجيل للأعوام السابقة، بداية من العام الأكاديمي 2011-2012. يذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي حرصت على إنهاء التعليم عن بعد عقب التأكد من حصول الطلاب على المادة العلمية لما تبقى من الفصل الدراسي الثاني بشكل كامل، ليتمكن الطلاب من الانتقال إلى الصف الأعلى العام المقبل بدون أي تأثيرات سلبية على تحصيلهم الأكاديمي. مشاهدينا الحين خلونا نروح معاكم لفاصل قصير وبعدها بنتابع ما تبقى من فقرات الصباح رباح، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19 ثلاث مراكز صحية تابعة لها لتقديم خدمة نوعية تعتمد على إجراء مسح لفيروس كورونا المستجد من خلال المركبات، والمراكز اللي تشملها هي مركز الوعب الصحي، مركز الثمامة الصحي، مركز العبيب الصحي. للمزيد حول هذه الخدمة يسرنا أن تكون معنا عبر سكايب الدكتورة مريم إبراهيم الماس، رئيس قسم تطوير وتنفيذ لبرنامج الكشف المبكر بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحت الله بالنور والسرور. دكتورة، في البداية لو تعطينا فكرة عن آلية إجراء المسح من المركبات للفحص عن فيروس كورونا. طبعا هذا اجراء جديد تقوم فيه مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه مثل ما تفضلتي احتواء فيروس كورونا. هذه الخدمه تقوم على دعوه بعض الاشخاص من الفئه المستهدفه عن طريق مركز الاتصال، وبالتالي حضورهم الى المركز الصحي عن طريق السياره من البوابه الخلفيه للاسعاف، واجراء مسحه كورونا من السياره دون الحاجه من النزول الى نزول منها. نعم، بالنسبة دكتورة هل هناك شروط معينة للاستفادة من هذه الخدمة اللي تقومون فيها، وعلى أي أساس يتم تحديد الأولويات؟ طبعاً تم تحديد الأولويات من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن طريق الفئات العمرية المعينة، وهي بالنسبة للقطريين عمر 50 فما فوق، والأجانب عمر 65 سنة فما فوق، بالإضافة إلى بعض الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة مثل أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب والربو وغيرها من هذه الأمراض. نعم. هذه هي الشروط للاستفادة. نعم، وبالنسبة نقول لأوقات عمل المراكز الثلاثة اللي تقدمون فيها هذه الخدمة، متى الأوقات اللي تقدمونها؟ طبعاً قدم هذه الخدمة للفئة المستهدفة عن طريق الدعوة فقط في الفترتين الصباحية والمسائية نستقبل فيها السيارة. يعني فترتين يقدر الشخص يكون متواجد في هذه المراكز الثلاثة علشان تقدمون له الخدمة. نعم. وبالنسبة يعني شنو أهمية هذه الخطوة اللي أنتم تقومون فيها
الحد من تساهم في رصد الحالات المصابة وبالتالي في منع انتشار الفيروس. طبعا هذه الخدمة وايد ضرورية، تساعدنا في اكتشاف الإصابة بمرض فيروس كورونا بالذات في هذه الفئات العمرية وبالذات مع الناس اللي عندهم عوامل خطورة، نكتشفه بدري وبالتالي نتمكن من العلاج مبكرا قبل لا يصير بعض المضاعفات وبالتالي بحاجة إلى الدخول إلى العناية المركزة لا سمح الله. نعم، إذا نقول دكتورة لا قدر الله إذا كان هناك في أحد المراكز الثلاثة اكتشفتوا حالة جديدة يعني مصابة، شنو الإجراءات اللي تقومون فيها؟ طبعا احنا نشوف الحالات اللي ما عندها اي اعراض، عاده تكون حالات عندها عوامل خطوره، نسوي لهم الفحص وعقبهم يتلقون النتيجه عن طريق المسج. لو كان اي شخص في اعراض المفروض من نفسه يروح عند مراكز الطوارئ او المراكز اللي تابعت له، هم يتصرفون يا انهم يسوون له المسحه ويعطون الادويه المناسبه للعلاج، واذا كانت الحاله ايجابيه يحولونه حق الجهات المختصه. نعم، بالإضافة يعني نقول لهذه الخدمة اللي انتو حين قايمين عليها الخدمة الجديدة، ياريت لو تلخصين لنا أبرز نقول جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتدابير الاحترازية اللي اتخذتها من بداية جائحة كورونا. طبعا من بداية تفشي مرض كورونا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لا تألو جهدا في إجراء جميع الخدمات اللي تساعد في احتواء هذه الأزمة. طبعا بداية خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 4 مراكز لفحص وعزل المرضى المصابين بجائحة كورونا، ولحتى الحين في جميع المراكز الصحية طبعا يتم استقبال أي حالات مخالطة وأي حالات مشتبه بها لطبعا فحص الحالات بإجراء المسح لهم وبعدين تحويلهم إلى الجهات المختصة في مؤسسة حمد الطبية. بالإضافة إلى الدور التوعوي الكبير التي تقوم فيه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، طبعا ما ننسى المرضى الحالات الغير عاجلة ومرضى الحالات المزمنة، طبعا ما ننسى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك عن طريق الاستشارات الهاتفية وعن طريق توصيل الأدوية لهم إلى منازلهم لتجنب خروجهم من المنزل وطبعا يكونوا عرضة لهذا الفيروس. نعم، نصيحة دكتورة تقدمينها لمشاهدين الصباح رباح. طبعا كلنا في ظل هذه الجائحة متوترين والناس كلها تحاتي وتب كل الناس تسأل عن الخدمة وتبتي تقدم تبتي تسوي المسحة. طبعا في ظل هذه الظروف الواحد أهم شيء يسوينه هو يقعد في البيت وما يطلع إلا للضرورة، وطبعا مؤسسة الرعاية الأولية هي حددت الفئات العمرية المستهدفة وتقوم بالاتصال فيها ودعوتها، فاللي حاس عنده أعراض ممكن يروح حق مراكز الطوارئ اللي تابعت له عشان يشوف يسوون للمسحة ويفحصون ويسوون للإجراءات المناسبة. نعم، شكرا لك الدكتورة مريم إبراهيم الماس رئيس قسم تطوير وتنفيذ لبرنامج الكشف المبكر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شكرا لك الدكتورة ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. مشاهدينا خلونا نروح معاكم لفاصل قصير ومن بعده بنتابع ما تبقى من فقراتنا، خلكم ويانا. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا في ظل ظروف الحجر المنزلي الاستثنائية السائدة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت مواقع التسوق الإلكتروني زيادة في الطلبات على السلع سواء الضرورية منها أم غير ضرورية. شنو سبب تهافت الكثير على التسوق الإلكتروني سواء كان من محبي التسوق والشراء قبل الحجر أو لا؟ للإجابة على هذا السؤال يسرنا أن نستضيف الأستاذة حنان الدليمي مستشارة نفسية وأسرية. صبحت الله بالخير أستاذة حنان. حياتي الله حياتي. يا هلا فيك. الله يبارك إن شاء الله، حياتي الله. الله يحييك أستاذة. في البداية شنو أسباب تهافت البعض على التسوق الإلكتروني في الحجر المنزلي؟ يعني
يعني تعرفين احنا محجوزين، ما عندنا مكان نطلع له او ما عندنا اماكن كثيره نطلع لها، فصار سهل جدا جدا ان الواحد مثلا يمسك الجوال، واحنا اصلا اوريدي كل العالم مدمن جوال، ويمسك يبتدي يتصفح مواقع الكترونيه. سهولة الوصول لها أي وقت، مو شرط يكون في وقت معين أو زمن معين، أي وقت هو موجود جوالك، ومجرد أنك تفتحين المواقع هذه وتبتدين تتسوقين أو تشوفين أو اللي يناسبك، يعني سهولة الوصول لها. نعم، لكن أيوة أستاذ حنان تفضلي. لا أنا بس بوضح أنه يعني زمننا الحين زمن الجوالات، زمن النت، زمننا صار كل شيء سهل يوصلك لحد بيتك، تبين تأكلين يوصلك لحد بيتك، تبين تسوين أي شيء يوصلك لحد بيتك، وصار الواحد عنده ولع أن يتفرج على الأشياء الجديدة، حتى لو مجرد تفرج مجرد تسوق، واحد صار سهل هو قاعد على الكرسي في بيته قدام تلفزيونه يبتدي يتفرج على يمسك الجوال ويتفرج على الأشياء الموجودة، وفجأة تقمر ساعة أو ساعتين بدون ما تنتبهين. نعم، بعد البعض يعني يعتمد على مقولة التسوق أرخص من المعالج النفسي، شنو رأيك بهالمقولة وخاصة إحنا الحين في هذا الوقت وقت الأزمات؟ يعني أنا معالج نفسي ومعجبتني هالمقولة نهائياً. يعني هو التسوق صار تسلاية، زي ما تتسلي مع صديقة هاي تسلاية. يعني من كم يوم كنت أنا موجودة على الجوال، وبدأت المشكلة أن الشركات مجرد أن تشوفك بديت تصفحين مواقع التسوق يرسلوا لك زيادة، فتبدين تفتحينها على أساس تتفرج تلقي نظرة، فجأة تلقي فجأة أنك مضيت ساعتين. أنا كنت أقول لك كنت موجودة وأتفرج على بعض اللبس وكذا، فأنا ضاق صدري نهاية اليوم أني قعدت تقريبا كثير من الوقت موجودة فقط على الجوال وعلى مواقع التسوق. يعني أحيانا تبي تتسلين وسبحان الله يمر ساعات وانت مش منتبهة. فتخيل الأصغر سنا، أنا واحدة كبيرة، تخيل الأصغر سنا اللي هم يحبون يلبسون أو كذا، مجرد أنهم يقعدون على جوالاتهم أعتقد يعني ينسون نفسهم. وبعد خصوصا الأستاذ اللي يحب دائما يغير، هاي بعد أكثر وأكثر، حتى أحيانا هم ما يتفرجون عشان يشترون بقدر ما هم يتفرجون على أساس يشوفون الذوق العام. طبعا مو الكل، الكل لا مدمن التسوق، بس الإدمان التسوق مش فئة كبيرة بس موجودة. نعم، فيصيرون يشترون أشياء يمكن مش محتاجين لها، يشترون أشياء أو يعتقدون أنهم بيحتاجون لها، أو أشياء رخيصة ثم يبتلشون في الأشياء الرخيصة الكثيرة موجودة عندهم وما يلبسونها وهالمجر. بعد أيضا أستاذة حنون يعني نتلقى إحنا يوميا عشرات الرسائل اللي تخلينا نشتري السلع بتسهيلات كبيرة، هل تأثر مثل هالرسالة بالإضافة يعني إلى الإعلانات والعروض الإلكترونية على دفعنا للتسوق على رغم يعني عدم حاجتنا يمكن لبعض من هذه السلع؟ زي ما قلت سهولة الوصول لأشياء تخليها نشتري بالفعل، يعني أنت الكل حوالينا إذا كثر جات رسائل واجد، حتى لو أنت مش متوقع أنك محتاجة هذا الشيء أو ما تبينه، بس في نفس اللحظة ممكن يكون ديكور زين ويكون سعره مناسب أو يكون أدوات مائدة أو يكون ثياب أوكي بتلبسينها، ثم تكتشف بعدين أنها حطت على زاوية أو ركنت وما استخدمناها، وهاي بالفعل يصير كثير سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لي حتى. فبس إحنا ككبار نحاول نقاوم هذا الشيء ونحاول نرتب أمورنا إن إحنا ما نشتري كثير، لأن أيضا في النهاية حتى لو هو رخيص أو سعره مقبول في النهاية هو شيء أنت ما تحتاجينه. نعم، أيضا يعني بعد أستاذة حنان يعني إحنا نقدر نسوي كنترول على نفسنا، ناخذ الأشياء الضرورية علشان حتى ما يتحول يعني التسوق الإلكتروني نقول للبعض، هل يمكن أنه يتحول إلى هوس أو إدمان؟ إذا أنت مسكت التليفون وبديتي تتفرجين، ثم بعدها بيوم بديتي تتفرجين، ثم بعدها بيوم بتفيتي مرة ثانية تتفرجين، إلا في النهاية بتشترين.
وبعدين إذا شرعتي غالبا يعني أوكي في بعض يسيطرون على هالموضوع ويسيطرون على ميزانياتهم ومرتبين الأمور، بس للبعض نعم تتحول إلى هوس وإدمان. يصير يحسون أول ما يقومون الصبح يبتدون يتفرجون على هالمواقع، يشوفون يقارون الأسعار، يقارنون اللبس هني ولبس هني أو الشيء اللي تبي تشتريه. فبعدين ولا وفي أسعار رخيصة جدا وتوصل لين باب بيتك وما يطلبون أي شارج أو أي مبلغ إضافي على شرائك إذا وصلت مبلغ معين. فيعني نعم يتحول الإدمان، يعني زي هو إدمان زي أي إدمان ثاني. شلون نقدر أعالجه؟ إنك تفهمين إنك عندك إدمان، هاي أول خطوة، إنك تعرفين إن هاي إدمان. أحيانا الواحد يبتدي يتسوق وما يدري إن قاعد هو فيه إدمان، بس يحس أول شيء في البداية متعة وناسة، فاهمة، يصير فيه شيء مريح شيء يسوينه، هاي تكون في البداية. بس بعدين لما يصير بشكل يومي وبشكل كثير وتشتين أمور في النهاية ما تحتاجين لها بالفعل نهائيا وتركز على الصوب، هاي إدمان. نعم. شلون نعالجه؟ زي ما قلت في البداية لازم أول شيء تعرفين إنه هو إدمان. نعم. إذا عرفتي إنه هو إدمان، هاي أول خطوة على بداية أي سلم، أي مشكلة، أي مشكلة نفسية أو حتى أسرية. مجرد إنك تعرفين أنا عندي مشكلة، هاي المخ يبتدي يتنبه أوكي عندها مشكلة، يبتدي يسأل، يبتدي تسألي نفسك بعدها شلون أعالج هالمشكلة. نعم. هالخطوة ثانية لما تفكرين بهالطريقة، أول شيء تعرفين ثم تسألين أسئلة، هاي تدريجيا توصلين إلى حلول. يمكن ما توصلين حلول بسرعة في نفس اللحظة لأن أي إدمان يحتاج إلى وقت للعلاج، بس في النهاية توصلين لها. يعني لمجرد أنك تسألين أسئلة تسوي، ممكن تسألين صديقة في البداية، وبعدين تسألين أخصائي، ممكن تروحين مواقع معينة تبتدين تعرفين شنو موجود عندهم شلون يتعالجون من هالمشاكل. في النهاية معرفتك وأسئلتك توصل إلى تخفيف من حدة المشكلة الموجودة عندك. إذا كانت عميقة لا تحتاجين إلى شخص متخصص على أساس يساعدك لتخطي هالموضوع. نعم. أو هالمشكلة. نعم. أيضا أستاذة حنان، يمكن يعني الحين أنا أخذت كمية كثيرة من الملابس أو من الأغراض اللي أنا محتاجتها واخترتها كلها، لكن يعني بعد ما أضغط على زر تم عملية نقول أو إتمام عملية الشراء أحس ببعض من الندم، شنو السبب هذا الشعور؟ هي تعرف داخلياً أنها غلطانة، بس مو قادرة تواجه نفسها، تعرف أن في شيء غلط. يعني تدين مثل أحيانا الواحد بيسوي رجيم ثم يجي حلاوة ويأكلها بعدين يحس بالندم في نفسها، نعرف إنه غلط زين ونبتدي نأنب نفسنا هذا الشيء غلط، بس خلاص الحين الأمر صار. بس في بعض المواقع التواصل، قصدي بعض المواقع الإلكترونية حق الشراء ممكن تلغين الشراء، يعني مو بحجة لها إنها تشعر بالذنب إلا هي عاجبها وتبي، بس عندها في نفس الوقت زي الحلاوة اللي انت تبي كنت تاكلينها كانت بتموتي اذا ما اكلتيها، انت في حالة رجيم مثلا، يصير فتحس بالذنب، وهي شيء طبيعي الاحساس بالذنب لانها تدري انها غلطانة. نعم. ايضا استاذة حنان، يعني الحين نحن رغم البقاء في المنزل، يمكن يعني شلون يقدر الواحد يتحكم في عادة التسوق الالكتروني؟ البقاء في المنزل خلانا عندنا وقت طويل، وقت طويل جدا فارق. يعني إذا أنت فاضية شو تسوي؟ لازم تعبين وقتك. ففي ناس يعبون وقتهم بأشياء مفيدة، وفي ناس يبتدون كتسلاية أنهم داخلين المواقع هذه الإلكترونية. يعني مش قصدهم في البداية أن يكون إدمان، بس هي تسلاية من ضمن التسلاية الكثيرة. في ناس تقرأ، في ناس لا أنا ما أحب أقرأ، طب بتدخل على المواقع الإلكترونية وتبتدي تتفرج. نعم. فيبتدي في موضوع سهل ويسوق بعدين. وطبعا الوقت الفراغ الطويل اللي يكون عندنا من الصبح، لأن يعني قصدي ساعات كثيرة أنت كنت قبل موجودة تروحين جزء منها المدرسة الجامعة أو الشغل، الحين ما عندك شيء تسوينه.
لكن شنو البدائل اللي غير التسوق أنا أقدر أستغل فيها وقتي؟ أعتقد إحنا يعني قصدي الكل تكلم واجد في البدائل، بس اللي هي الناس شنو تحب. يعني في ناس مثلا تخصص وقت القراية للمواقع المفيدة، للرسم، خياطة إلى آخره. بس في فئة زي ما قلت لك من الناس يحبون الأمور السهلة اللي ما يتعبوا فيها نفسهم نهائيا، ولا البدائل كثيرة. يعني مجرد حتى تدخلين على ولا تقولين تعلم صعب، تعلم صار سهل. الحين تحتاجين تتعلمين مثلا شنو، مثلا تتعلمين مثلا رسم، في مواقع في اليوتيوب تشرح لك خطوه بخطوه شلون تتعلمين الرسم. يعني هاي كمثال بس، كل واحد شنو يميل له. فسهل الوصول للمعلومه، نعم، ما في حجه. بس زي ما قلت لك اخيرا في فئه من الناس تبتديها كسهولة، هاي أمر سهل، ثم يتحول إلى إدمان. بعد أيضا أستاذة حنان، حلو إحنا كأمهات نقعد مع عيالنا نستغل هذا الوقت نعلمهم، نقول الحرف اليدوية، نعلمهم على العادات الصحيحة، أيضا نعلم بناتنا على الطبخ، ندخلهم معنا، نشاركهم ويانا. طبعا الحين اتوقع انا اسمع من حوالي ان الفيروس ادى الى تقارب عائلي كبير في داخل البيوت. اسمع واحده تقول محضنا هالفيروس، تعرفنا على عيالنا اكثر وعلى شنو يحبون وشنو ما يحبون. يعني قبل مش انهم ما يعرفون عيالهم، بس كل واحد شويه له روتين المعتاد مثلا شغل او غيره. فالحين صاروا موجودين في البيت، فتعرفوا على عيالهم، تعرفوا على شو يحبون شو ما يبون، قعدوا مع بعض وسووا أنشطة كثيرة. يعني في فئة من الناس ما شاء الله عليهم، يعني مسوين برامج جميلة جدا حق أولادها. وطبعا في فئة لا، فنأمل للجميع أنه يبذل جهد إن شاء الله على أنه يرتب أو ينظم أو يبدع في خلال هالفترة. نعم أستاذة حنان، نصائح تقدمينها لمشاهدين الصباح رباح خلال طبعا الحجر المنزلي في التسوق الإلكتروني؟ هو كتسليم، يعني كتنظيم وقت، كتخطيط للعملية، كترتيب الأولويات. يعني إذا واحد أحيانا حاس إنه بدأ يبالغ أو يشتري أشياء ما يحتاجها، فلابد أنه يراجع نفسه، لابد أنه يبتدي يفكر. وأنا دائما أفضل أن واحد يكتب، إذا كتبتي شنو تحتاجين بالفعل فيسهل في عملية الشراء، لا يغرس الأشياء الرخيصة أو سهولة وصولها. خلت منظمة ودقيقة ومرتبة، واكتبي اكتبي اكتبي، حتى لو عندك مشكلة اكتبيها، لأنها سهل أنك تعرفينها وبالتالي تعالجينها. نعم شكرا لك الأستاذة حنان الدليمي، مستشارة نفسية وأسرية، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الحين خلونا نروح معاكم ونتعرف على هذه النصائح عن فيتامين سي مع الأستاذة موضي الهاجري بعنوان صحتك من صحة مجتمعك. خلونا نشوف. فيتامين سي، فيتامين سي هو العدو الأول لجميع الفيروسات، حيث يحتاج الشخص البالغ ما بين 75 إلى 90 ميلي جرام يومياً، بينما الأطفال يحتاجون ما بين 40 إلى 65 ميلي جرام يومياً، وذلك على حسب العمر. من الممارسات الخاطئة لدى البعض تناول أقراص فيتامين سي بدلاً من المصدر الغذائي الطبيعي، حيث تحتوي أقراص فيتامين سي على 1000 ميلي جرام من الفيتامين، وهذا المعدل أكثر من المعدل الطبيعي المطلوب للبالغين، حيث لها كثير من الآثار الجانبية كالإسهال والصداع وحرقة في المعدة والإصابة بحصوات بالكلى. يعتقد كثير من الناس أن المصدر الأساسي لفيتامين سي والأشهر هو البرتقال، بالرغم أن البرتقال يأتي بعد الجوافة والكيوي والفلفل الرومي والفراولة. كما يغفل كثير من الناس أن الخضروات أيضاً تحتوي على مصادر عالية من فيتامين سي، ومنها البروكلي، الطماطم، القرنبيط. وأخيراً نقول صحتك من صحة مجتمعك.
مشاهدينا الكرام، بالفعل صحتك من صحة مجتمعك. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الصباح رباح. نتمنى أنكم استفدتم مما قدمنا لكم. لأي اقتراح أو استفسار يمكنكم مراسلتنا عبر وسائل التواصل المختلفة. يتجدد لقائنا معاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وفمان الله. أصغر حجر وثمن حجر قال والماس، وأنا بلادي بين الأوطان ماسا. قطر قطر بك يا قطر نرفع الراس، والمجد يحني لك بلا طيب راسه. أصغر حجر وثمن حجر قال والماس، وأنا بلادي بين الأوطان ماسا. قطر قطر بك يا قطر نرفع الراس، والمجد يحني لك بلا طيب راس. والعز ما له يا قطر كون ناسه. يا الشامخة نهضة وتفكير وإحساس، ويا السيدة نهجو نفوذ وسياسة. تربعي بين الكواكب في الأنفاس، والعز ما له يا قطر كون ناسه. طلع معك ساسا.